المصري يتعادل مع الأهلي في الشوط الأول 1-1. تقدم النادي الأهلي بهدف لمحمد شريف في الدقيقة 11، ثم تغير الحال تماما وسيطر المصري على أحداث الشوط الأول وتمكن من التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط عن طريق عمر كمال. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى، أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل مستحق للنادي المصري في الشوط الأول، رؤية فنية سريعة على أحداث الشوط الأول. تعادل واستحواذ ووجود زي ما كلنا اتكلمنا قبل المباراه، فرقه جيده جدا نفذ تعليمات المدير الفني بتاعها بدقه، عندهم من السرعات ان هم موجودين في نص الملعب الثاني من الخصم، انما هي المشكله مش ان هم بس كده على هذا الاداء، المشكله ان انت جالك تقدم واحرزت هدف، كنت تقدر تحرز اكتر من هدف، انما عندك حاله انت بتشتغل ناحيه اليمين بس، ناحيه الشمال دي انا ما شفتهاش خالص، احنا بندافع منها بس مفيش ولا هجمه احنا جينا من ناحيه الشمال فيها في الشوط الاولاني. في عناصر عندك اعتقد انها انت بتلعب بدون قوه حقيقيه ناحيه الشمال او بدون امدادات من ناحيه الشمال اذا كانت دفاعيه او هجوميه، وفي نفس الوقت في لعيبه زي حسين الشحات مش ما بيقومش برده النهارده بنفس الشكل اللي احنا شفناه في المباراه اللي فاتت، فعندك نواقص في الملعب غير احمد رمضان بيكهام والضغط عليه بتاع احمد رفعت. حقيقه يعني انا مش عارف، يعني في حاجات كتير قوي اتكررت في الملعب النهارده، كررت هجوم 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 هجوم، تحس ان في اي وقت ان فريق المصري ده كله كوم بقى يا كابتن ايمن، والهدف اللي جه فينا ده كوم، كره ثابته، التمركز واستحواذ منطقه جزاء لعيب النادي الاهلي، مش ممكن يكون لعيب النادي الاهلي، مش ممكن يكون انت النادي الاهلي ان الكره بترفع والفرقه كلها بتجري على واحد بيلعب الكره بالعرض وسايبين اتنين تلاته ورا فاضيين، فده حاجه مش لازم انت تتعادل. الشكل اللي انا قلقان منه شكل الشوط الثاني، ما كانش هيبقى في تدخل وتغييرات ناحيه اليمين وناحيه الشمال الحقيقه، امدادات لنص الملعب اللي هو شايل الليله دي كلها، هيبقى شكل الفرقه في الشوط الثاني ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن علاء، بعد جول النادي الاهلي توقعنا المزيد زي المباراه اللي فاتت، ولكن شفنا العكس هو اللي حصل، سيطره واستحواذ بالكامل للنادي المصري. هو قبل الجول كمان يا ايمن انت سايب الاستحواذ للمصري. يعني واحنا بنتكلم في الصوره بقول لك المصري فريق كويس، لو سبت له مساحه ووقت هيتعبك وممكن هيضايقك، وحصل في نهايه المباراه انت سايب له مساحه، ولما لعبوا كره كويسه بيلعبوا بعض كويس قوي، لكن هو المشكله في حاجه يا ايمن، الملعب مقسوم يعني حتتين، انت ما بتهاجمش من ناحيه الشمال خالص زي ما قال كابتن شريف كويس، والنادي المصري كله هجوم من ناحيه اليمين، فهي الملعب مش المعالم مش واضحه، انت مش واضح شكلك في الملعب. المشكله مش مشكله في احمد رمضان خالص، معلش ما هو الكره بتوصل ازاي لاحمد رفعت؟ اكيد لان في واحد فاضي وواحد فاضي وواحد فاضي، هي الموضوع مش احمد بس، احمد رمضان بس ما ظلمش الولد بس، لكن انت في نص الملعب سايب مساحات كتير قوي، لازم محمد مجدي ينزل يلعب واحد وانت بتدافع، لازم ينزل في نص الملعب جنب الاثنين، ان هم واخدين منك نص الملعب. مظبوط. وبعدين عندهم ثقه ان انت ما تعملش عليهم ضغط، انا موافق يعني مستر موسيماني انا هديك الاستحواذ، بس استحواذ عشان حاجه ثانيه، الحاجه الثانيه ما بتحصلش معناها سهله، اللي اتكلم عليها بلال في بدايه الاستوديو ان في مساحات كتير قوي في خط ظهر المصري. صحيح. اي كره طويله لشريف انت ممكن بالظبط كل هجمه مرتده توصل الجول. صح. وده ممكن يلعب عليه الشوط الثاني، هديك الاستحواذ بس انا بس خد الاستحواذ بس عشان انا هعمل حاجه انا متفق عليها. صح. لازم كهربا ولازم حسين الشحات يساندوا شويه تحت هم الاثنين وتقفل نص الملعب كويس باذن الله. كابتن اسامه، رايك في احداث الشوط الاول سريعا؟ يعني جبنا جون بدايه حلو، نفس التكرار بتاع امبي، كره طويله في ظهر المدافعين، شريف استغلها كويس، لكن المشكله اللي اتكلمنا عليها ان اطراف الملعب بتتحط في موقف واحد ضد واحد كتير جدا. احمد رفعت متفوق على طول على بيكهام، واحد ضد واحد بيعدي في كل كوره، وعمل اكتر من اربع خمس فرص وغير الهدف اللي جه، نفس الشيء الناحيه الثانيه ناحيه احمد كوكا من ناحيه كريم العراقي، فمشكله عند كهربا، مشكله عند حسين الشحات، ومشكله في عمق الملعب من السوليه واكرم توفيق، مفيش ضغط كويس، شريف بيحاول لكن مفيش مسانده ليه، مجدي قفشه بيحاول، لكن اللي انا شايفه واللي يقدر يرجع الامور لانصابها ان واحد زي ديانج لازم ينزل، لانه عنده شراسه في الدفاع. ممكن كمان نلعب بثلاثه في نص الملعب مش عيب. يعني انا دلوقتي كهربا احنا منتظر منه ناحيه هجوميه مش عاملها، ومش مساند احمد نبيل كوكا في الناحيه الدفاعيه، ممكن جدا ينزل
ديانج ونبقى يبقى اكرم توفيق وسوليه وعشان يبقى في مسانده كويسه حد يقفل مع احمد رمضان بيكا من ناحيه اليمين وكمان محمد هاني كمان ممكن ينزل مكان رمضان بيكم وبعد كده يبقى عندك تغييرات هجوميه بس المهم انك انت تستحوذ تاني على نص الملعب وتقدر تقفل الجنان بتاعتك اللي هي مفتوحه جدا 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 بعد الهدف الاولاني بتاعنا طوال الشوط يعني. كابتن احمد بالرغم من السيطره والاستحواذ للنادي المصري الا ان كان في مساحات كتير جدا خلف المدافعين يمكن كان ممكن نستغل المساحات ديت ونجيب اكتر من هدف او نعزز الهدف ولكن ده ما حصلش. دي حقيقة. خلينا أقول يعني أخذ من كلام كابتن علاء هو قال حاجة مهمة جدا قال أنت لما تسيب الاستحواذ لفرقة الفرقة اللي قدامك يبقى أنت عندك بلان تاني عندك استراتيجي تانية مختلفة المفروض البلان اللي بتشتغل عليه أنك تلعب على الهجمات المرتدة السريع يعني المفترض الاثنين اللي موجودين قدام على أطراف الملعب سواء إذا كان كهرباء أو حسين الشحات يبقى عندهم دايما يبقوا أليرت على طول عندهم يقظة عشان يستعدوا للكرات الطولية عشان يستعدوا للهجمات المرتدة السريعة الاثنين ما لهمش دور قوي في الحته الدفاعيه فبالتالي لازم يكون لك دور قوي في الحته الهجوميه ما ينفعش يبقى انا دفاعيا يعني مش قايم بالدور على اكمل وجه وفي نفس الوقت يا كابتن لما يبقى عندي دور هجومي ما اقدرش اقوم عليه اقوم بيه على اكمل وجه فبالتالي انا بشوف ان الشوط الثاني اتفق مع كابتن اسامه لازم يحصل تغييرات في النواحي الهجوميه عشان برضه هيبقى في مساحات لان هي دي طريقه لعب المصري من بدايه الشوط يعني طاهر محمد طاهر صلاح محسن محمد هاني لازم يكون لهم ادوار من بدايه الشوط الثاني عشان تقدر تستغل الكرات الطوليه والهجمات المرتده السريعه لو هتترك الاستحواذ لو مش هتلعب بثلاثه مع الكابتن اسامه لو مش هتنزل اليو ديانج وتقفل بثلاثه في نص ملعب يبقى لازم الاثنين اللي قدام يتغيروا عشان يبقى عندك صحيح. يعني قدره انك تستغل الهجمات المرتده السريعه عشان تسجل اهداف صحيح. الفرق بينك النهارده وبين الماتش اللي فات ان انت سجلت من ثلاث فرص سجلت ثلاث اهداف النهارده عندك اكتر من ست فرص متاحه ما قدرتش تسجل غير هدف واحد وبتلاقي فرقه عندها امكانيات وقدرات فانا بشوف ان الشوط الثاني لازم يبقى فيه تغييرات من بدايه اللقاء عشان تقدر تحكم الشوط الثاني من بدايته باذن الله رب العالمين كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه ارجوكم انتظرونا